بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المرة دي هنتكلم على شخصية من سفر التكوين في العهد القديم، شخصية غريبة شوية، هي شخصية لوط. لوط يبقى ابن أخو إبراهيم، وأول ما ربنا دعا إبراهيم وقال له أترك عشيرتك وبيتك وأهلك وكل اللي عندك وتعالى في المكان اللي هقولك عليه، كان من ضمن الناس اللي مشيوا مع إبراهيم أو مشيوا مع إبراهيم يعني، كان هو لوط. وكانت كل الأملاك اللي موجودة في الوقت ده كانت يملكها إبراهيم، ولكن علشان وقتها أن أخوه مات فهو بدأ يربي ابن أخوه اللي هو لوط، وبدأ يحسبه ابنه. ده مش حسبه ابنه بس، ده كمان حسبه أخوه، يعني حسبه راسه براسه بالضبط في الأملاك وفي كل الممتلكات. وهم في الطريق حصلت خناقة بين رعاة لوط وبين رعاة إبراهيم، فإبراهيم ما كانش حابب أن يبقى فيه مشكلة أو خناقة بينه وبين لوط أو يكرهوا بعض، فقال له ما تخليش المشاجرة اللي بين رعاتي ورعاتك تسبب في إن احنا ننفصل عن بعض. لكن شوف يا حبيبي، أنت عايز تطلع يمين أنا أخد شمال، أنت تاخد شمال أنا أخد يمين، المكان اللي أنت هتختاره أنا هختار غيره. لوط عمل حركة وحشة جدا، بص على أرض صدوم وعمورة، أرض كلها خضرة وزرع ومواشي ويرعي فيها المواشي بتاعته وبيوت وأماكن جميلة. فكانت الخطية أو التحذير اللي نفسي ناخد بالنا منه من شخصية لوط هو أنه كان عنده نظرة سطحية. يعني إيه نظرة سطحية؟ يعني كان عنده نظرة سطحية للأمور، غير متعمق في علاقته مع ربنا. مش بس كده، أنا كان نفسي كنت أسمع من لوط أن يقول له ما ينفعش أسيبك، أنت أبويا، ده أنت اللي أغنيتني، ده أنت اللي عملتني يا إبراهيم، ده أنت اللي الفضل ليك كله. لكن ما حصلش كده، بالعكس خد أملاكه وخد كل مقتنياته والجواري والعبيد وكل حاجة والمواشي بتاعته وخد بعضه وطلع على سدوم وعمورة واستقر في سدوم وعمورة، بالرغم من أنه مشي مع إبراهيم لفترات ولسنين وشهور طويلة. إبراهيم كان في ميزة، يمكن قلتها لكم قبل كده، أن إبراهيم كان كل مكان يستقر فيه كان يعمل مسبح، لكن ما سمعناش عن لوط أنه عمل مسبح، ما سمعناش عن لوط أنه صلى أو أخذ رأي ربنا قبل ما يروح المكان ده. لا لا لا، أنا اللي يهمني في القصة كلها أن المكان كله خضرة، المكان كله حاجة نظيفة، المكان كله فيلل بقى وشاليهات ومراعي للغنم بتاعتي، ما يهمنيش خالص علاقتي بأبويا إبراهيم ولا باللي عمله معايا. أنا اللي يهمني في القصة كلها أن أنا أقعد في المكان ده بس. حصلت حرب طبعا بين 4 ملوك قصاد 5 ملوك، كان من ضمنهم سدوم وعمورة، وسدوم وعمورة اتهزموا قصاد الملوك اللي ضدهم في الحرب. سمعنا طبعا في القصة أن لوط ومراته وعياله وكل مقتنياته وممتلكاته اتسابوا مع الملوك الناحية التانية خالص. مين سمع بالحرب دي؟ كان إبراهيم. إبراهيم أول ما سمع أن لوط اتسبى هو ومراته وممتلكاته وعياله، مسكتش، خد الغلمان بتوعه المتدربين، وكانوا يعني غلمان بساط جدا بالرغم من أنهم بساط ولكن مش رجال حرب قوي يعني، لكن ربنا ساعد إبراهيم أنه ينقذ لوط من فم الملوك اللي سابوا لوط ومراته وعياله. كان نفسي نسمع أن لوط ما يرجعش التاني لسدوم وعمورة بعد اللي عمله مع إبراهيم، لكن بالرغم من اللي عمله إبراهيم نسمع أن لوط رجع تاني لسدوم وعمورة، رجع لنفس المنظر القديم، رجع لنفس الخطية القديمة، رجع لنفس المكان القديم اللي رجعه بالخبرات الخطية القديمة والحاجات الوحشة القديمة. دايما ربنا بيحط في حياتنا أشخاص علشان ننسى الحياة القديمة، نبدأ بداية حياة جديدة. ابدأ مع ربنا حياة جديدة، انسى القديم، ما ينفعش ترجع لنفس المكان، ما ينفعش ترجع لنفس الأشخاص، ما ينفعش ترجع لنفس الوقت اللي انت كنت فيه وتفتكر وتتذكر أماكن الخطية، بالرغم ان سدوم وعمورة كانت بلد كلها نجاسة وكلها خطية. حتى الكتاب المقدس يقول عن لوط وكانت نفسه كان يعذب نفسه البرة كل يوم، لأنه كان شخص بر فعلا، بس للأسف ما كانش علاقته بربنا قوية زي إبراهيم علشان يزود البر بتاعه أو يتمسك بربنا أكتر ويقدر يوقف الخطية، فرجع تاني لسدوم وعمورة. أوعى ترجع للخطية تاني، أوعى ترجع للعلاقة القديمة الغلط.
اوعى ترجع للمكان الغلط اللي كنت فيه، اوعى ترجع للشغل الغلط اللي كنت فيه، ما ترجعش فيه طالما ربنا انقذك من فم الاسد او من فم ابليس ان ممكن كان يبتلعك للجحيم وللهوي. ربنا يبارك حياتكم ويفرحنا كلنا. لإلهنا المجد دائم أبديا، آمين.